واو، أنصتوا لهذا؟ ما هذا الصوت؟ نعم، إنه صوت القطعة الأخيرة، ثالث قطعة من آلة الاحتفالات. صاروخ، اتبع الموسيقى. الصوت يأتي من هذا البرج المائل، إنه برج بيزا المائل. القطعة الأخيرة هناك. هيا يا فريق لنحصل على القطعة الأخيرة. واو، أشعر بدوار من الجري في هذا البرج. هذا لأنه مائل. هيا يا رفاق، صوت الموسيقى يعلو ويعلو، كدنا نصل إلى القمة. أوه لا، هناك ثلاث قطع وكلها متشابهة. يا ترى كيف سنعرف القطعة الصحيحة من آلة الاحتفالات؟ أو لا، مر بيزا المائل يتأجر. أعرف آني، هذا يصدق، برج بيزا المائل يميل. ونحن في طريقنا إلى أسفل. وبالفعل كان برج بيزا المائل يصدق.